بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم ياض الإكلامي. أنا اليوم هشرح الـ Breast Examination. بالنسبة للـ Breast Examination هو حاجة كروشل خاصة في الطب عندنا في السيرجري بشكل خاص. لازم أي طالب طب يكون ماستر بالـ Skills والتكنيكس of how to do a Breast Examination. أنا هشرح اليوم الـ Breast Examination بشكل تقريبا مفصل شوي, يعني هاخد details فيها. طيب في البداية احنا لازم نعرف ان احنا نتعامل الان مع انثى, مع female patient, فلازم يكون عندنا نكون careful اكثر من اللازم, خاصة لو انت لما تدخل على مثلا patient النيرس لازم تكون معك, تاخذ لك البرميشن تكون معك 24 ساعة, يعني تكون معك في وقت الاكزامينيشن موجودة. طيب هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم على الاكزامينيشن. في البداية أول ما تدخل على البيشن introduce yourself, take permission, will assure the privacy, wash your hand, explain what the examination will be. فأنت لازم أول ما تدخل البيشن تشرح لها إن والله يا أمي سلام عليكم أمي أنا طالب كلية الطب أو أنا طالب كلية الطب وتأخذ ال permission وتشرح أنت إيش اللي راح تسوي وتشرح إيش أنت تبغى تسوي في عن الاكزامينيشن. بعد كده احنا هناخد حاجتين, هيكون عندنا في الاكسبوجر والبوزيشن. بالنسبه للاكسبوجر بالنسبه للبوزيشن هنكون زي ما احنا شايفين هيكون 45 ديجري. بالنسبه للاكسبوجر احنا ما هنسوي اكسبوجر الا وقت الانسبكشن, فاحنا هنخليها ليت شويه. يعني الاكسبوجر هيكون من الويست اند اب, يعني هيكون من تقريبا من الامبلايكس واب, لكن ما هسوي الاكسبوجر الان. الاكسبوجر هسوي بيفور الانسبكشن عشان لأننا نحافظ على dignity of the patient. نبدأ الآن في الـ general examination اللي هي الـ A, B, C, D, E. الـ A تقول عن appearance. طيب الـ appearance نتكلم عن الـ patient, هل الـ patient look well ولا look ill, حلو, وهل الـ patient is oriented لثلاث أشياء. هنسأله إذا هو oriented للtime, للplace, للperson. بعدين نشوف البي ال بي تتكلم عن البادي بوت. هنشوف احنا في البادي بوت اذا البيشن كشكتك كشكتك معناته نحيف. فكشكتك هذا غالبا على طول انا افكر اذا كان مالجنسي او اذا كان عند البيشن مال ابسوربشن, هذه حاجتين. طبعا انا ما اقدر اسوي كومنت انه والله لما اجي اشوف البادي بوت اقول والله البيشن اوبيس او البيشن مثلا فيري اوبيس مثلا فور اكزامبل, لأنه لو قلتها مثلا ممكن واحد من الدكاترة يقول ايش, يقول طب انت ما اخذت البي ام اي, فهذا جدا مهم. فلما نجي احنا نقول البادي بيلت ما نقول اوبيس, لأنه احنا لازم نحتاج البي ام اي, نحسب البي ام اي عشان نقول هل البيشنت اوبيس ولا مش اوبيس. فممكن نقول انه مثلا البيشنت از لوكينج فيت فور اكزامبل, او نقول مثلا اوفر ويت فور اكزامبل. بالنسبة للسي احنا نتكلم عن الكلر. الكلر احنا نشوف حاجتين, بالنسبة حنشوف الجولنس وحنشوف بالنسبة للبي. في الجونس احنا بنشوف السكين, هل السكين في البيشنت مثلا في الارم مثلا في الجسم هل لوكس يلو ولا لا. مور برومننت اريا اللي بنشوف الجونس زي ما احنا عارفين بنشوفها بالسكليرا. نطلب من البيشنت انها تنزل عينيها على تحت ونرفع العيلة على فوق شوية وبنشوف في السكليرا هل في جونس ولا ما في جونس. بالنسبة للبيل احنا بنسأل البيشنت انه تعطينا البام اوف ذا هاند وبنسوي comparison ما بين our palm of the hand وما بين the patient. حلو, فاحنا مثلا نجي للبام مثلا لازم نكون هنا اسال البيشنت اللي تعطيها تعطيني يده او البيشنت اللي بيعطيني يده وبقيس بشوف البام وبيبان عند البيل. احنا غالبا بنكون الحمد لله عند الكوبا, فاحنا بنقيس انه this is the measurement, انه بنقيس هل البيشنت بيل ولا لا. حلو, هذا كجنرال examination. بالنسبة للدي نشوف إذا كان في any deformity. إذا كانت في any deformity إحنا نشوف any deformity في any deformities في limbs, ممكن يكون مثلاً quadriplegia, hemiplegia, whatever. We have to comment on it. مثلاً patient had cast أو حاطة cast مثلاً جبيرة, comment on it. يعني هذا شيء كروشل. برضو في الدي نشوف الدستريس. الدستريس عندنا إحنا نتكلم عن respiratory distress. Respiratory distress with signs. من الساينس حقته نشوف اذا كان تاكيكارديا, اذا كان تاكيبنيا, اذا كان ميوتيك اوف اكسسري مصل زي الستيرن ماستويد مصل,
اذا كان في النوز فلير، يعني مثلا لما يتنفس البيشنت يبان انه بيبذل جهد علشان يتنفس، هذا ساينز اوف ديستريس، فاحنا لازم نشوفها. طبعا احنا لازم نحسب التكيكارديا، نحسب عفوا نحسب الهارت ريت، نحسب الريسبيرتوري عشان نقول هل البيشنت تكيبنك ولا تكيكارديا. فاخر حاجه عندنا الاي اللي هي الانفايرمنت. احنا بالنسبه للانفايرمنت حنقول انه نشوف ايش السراوندينج للبيشنت، ايش موجود حول البيشنت. اذا كان البيشنت مثلا has an IVR or for example has marijuana candle or for example has a fully catheter. طبعا fully catheter ما حيكون حول البيت، الفولي كاتيتر لازم ينزل تحت البيت، فانا انزل شويه تحت البيت ممكن ارفع الشيء اشوف اذا كان في فولي كاتيتر ولا لا، فهذا جدا مهم. بعد كده انا حاخذ الفايتال ساينز. الفايتال ساينز زي ما احنا عارفين حتكون خمسه: heart rate, respiratory rate, blood pressure, a temperature, and finally an oxygen saturation. بالنسبة لي نبدأ واحدة واحدة. بالنسبة للheart rate أنا نجي على واحد من major arteries، for example the radial artery. أنا هروح لها ثانية عشان نكون مور أوضح. أنيجي للradial artery، نحط يدنا على radial artery، بعدين نحسب الساعة، نحسب تقريبا مدة 30 ثانية، نغطي الباب بـ 2 ويطلع عندنا الاوتكم يعني الناتج. الريسبيرتوري ريت احنا ما حنكون حنحسب الريسبيرتوري ريت من عند من هذه المنطقه، نسب البيشنت اللي بيسبورت الغرفه في الجسم، وبنشوف الريسبيرتوري ريت كومبت فور 30 سكند ونغطي الباب بـ 2 ولا كومبت فور 1 مينت او 1 مينت. البلاد بريشر عارفينه بالسفيجرومتر، الاكسجين ساتوريشن بالاكسوميتري، والتمبريتشر بالجسم برضه. طبعا هذا كده خلصنا الجنرال اكزامينيشن اند اوسو ذا فايتال ساينس. الان حنكمل بنشوف ندخل على البريست اكزامينيشن، حنبدا في عندنا حاجتين انسبكشن وبالبيشن. بيفور الانسبكشن طبعا تكلمت انا قبل شويه وقلت بالنسبه للاكسبوجر، الاكسبوجر الحين احنا الان حنسوي الاكسبوجر فروم ذا ويست انا سوينا الاكسبوجر وذيس از ذا بوزيشن ونبدا الانسبكشن. بالنسبة للإنسبكشن احنا لازم نكون في نكون اواي على الباب في الباب عشان انه احنا بنشوف البيشنت از هول، يعني ما نقدر نجي بهذه الطريقة ونحاول انه ندخل، لا نكون اواي عشان نقدر نشوف المنطقة كاملة. هذا المفروض، يعني انا المفروض لو انا في ماي بوزيشن انا المفروض اكون في هذا المكان واكون بهذه الطريقة دايركتد توورد ذا بيشنت واشوفه وكومنت اون ذا بيشنت. طيب بالنسبة للإنسبكشن احنا في انا الإنسبكشن انا حقسم لكم اسمين. في النوع الإنسبكشن بالنسبة الأول انه احنا بنسوي كومباريجن بتوين ذا بريست، حلو عندنا التو بريست احنا بنسوي كومباريجن بتوين ذا من ناحية السايز، من ناحية الشيء، من ناحية السيمتريكال او المو سيمتريكال، وبعدين حندخل للأفكتد سايد. والأفكتد سايد احنا بنشوفه مثلا يعني one breast مثلا is affected حندخل فيه حنكون a little bit in detail details عشان ذاك البريست. فاحنا نشوف ال conversion between two breast. نبدأ في البداية، احنا في البداية حنشوف ال size. إذا كان ال size طبعا احنا هنا مشكلة انه احنا حاطين المودلز a little bit يعني كلها مثلا this is the normal breast, this is the abnormal أو مثلا abnormal breast for example. فاحنا بنلاحظ ان السايز is equal. طبعا عادي ان يكون بعض الاحيان one side يكون bigger than the other، حلو، بس نسال البيشنت لو لاحظنا انه مثلا الرايت سايد از مثلا larger than the left side، نسال البيشنت نقول لها معلش سؤال انه هل هذا نفس الحجم انه هل اكبر كان معك من زمان لاحظتيه ولا انه جاء ريسنتلي؟ لانه اذا كان ريسنتلي وي هاف تو ثينك اباوت يعني باثولوجيك باثولوجي، الا اذا كان مثلا في عندنا بريجننت واشياء هذه. لكن نورمالي نحن بنشوف اذا كان واحد اكبر من الثاني بس ريسنتلي قالت ريسنتلي احنا بنشوف ايش الكوز. هذا بالنسبه للسايز. بالنسبه للشيب بنشوف هل الشيب سيم ولا مختلفه عن بعض، يعني واحد يكون مثلا الراوندد والثاني يكون مثلا ديلتد داون، نشوف ليش. بالنسبة للسيمتري، السيمتري نشوف نفس البريست، هل البريست بيكونوا سيمتريكال تو ايتش اذر ولا لا؟ ولا حيكون في واحد ديفرنت من ذا اذر اند واي؟
طيب في هذه البوزيشن احنا بعض الاحيان ممكن ديتكت اف ذير از ا سوري اف ذير از ا لام. حلو، لو كانت في لام موجوده في البريست بعض الاحيان في هذه البوزيشن احنا ممكن ديتكت وبنشوفها وتكون واضحه. طيب احنا الان حنرفع في واحده من المانوفرز اللي احنا لازم نسويها للبيشنت ان اسك ذا بيشنت تو ريست ذا ارمز ابوف ذا هيد. فاحنا نرفع مثلا فور اكزامبل. طيب احنا الان رفعنا ايش اللي احنا هنشوفه؟ حكم كومنت على several things. في البداية انه الليفل اوف النبلز فور اكزامبل مثلا احنا عندنا this one like this. فانا مثلا draw an imaginary line بالنسبة لي واشوف النبل هل الليفل فوق يعني على نفس الليفل ولا طالع، وهل الديفرنس بيج ديفرنس في فرق واضح ولا لا. هتكلم انا شوي عن الديفيشن في النبل ليش. هذا رقم واحد ان انا اشوف النبل ديفيشن ولا لا. رقم اثنين انا بلاحظ حاجه اسمها التثرنج. التثرنج هي عباره عن جروب موجوده في البريست هتكون واضحه اذا الريزر اذا اليدين طلعت فوق الحد. ليش؟ لانه البكتوراليس فيشيا هتكون اتاتش تو ذا كانسر سيل او غالبا مع الكانسر سيل. الكانسر سيلز اتاتش تو ذا سكن موست لايكلي هم اتاتش تو ذا سكن فحيسوي لنا التثرنج. اذا طلع التثرنج هذا هو السايكوز. حاجه ثالثه انا لازم اسوي لها كومنت مثلا الاكزيلري. انا اتيك ا كويك لوك اشوف الاكزيلري اذا في اني لارجمنت في الليف نوت اللي موجوده في الاكزيلري ولا لا. الحاجة الرابعة إنه أنا أرفع البريست بوث بريست وأشوف إذا إيش في موجود تحتها وكومنت أون إت بالنسبة لها. طيب then I will ask the patient to take the hands and put it on the hips وخليها تكون put يعني apply a little pressure on the hip itself. ليش؟ لانه انا لما اسوي هذا المانوفر وابلاي للبريشر الموجود عندي واخليها تايتلي مشدوده بتشد عند البكتوراليس مصر بتبين عندي هنا اللمس. هذه واحده من المانوفرز اللي تبين عندنا اللمس. فلما البيشنت بتحط يدها على الهيبس وبتكون تايتلي على الهيبس بيبان عندنا اللمس. اللمس حتكون واضحه. ليش؟ لانه البكتوراليس ميجر حتكون كونتراكتد. فلما تكون كونتراكتد المصر حيكون قدامها اللم حتكون واضحة بالنسبة لنا إذا كانت not attached. وحتكلم عن الاتاتشمنت والفكسيشن شوية قدام. الآن ما أخلي كانت حاطة يدها في البيشنت على الهيب تايتلي أخليها الآن لوسلي. يعني مثلا كانت ضاغطة على الهيب كانت ضاغطة بقوة أقول لها لا الآن أضغطي معلش بس يعني عادي يعني ما تضغطين على الهيب خليك عادي. بهذه الطريقة أنا ممكن أشوف الفكسيشن وديتيرمن وذ this lump is fixed to skin, to breast tissue, or to the muscle itself, يعني pectoralis muscle. بعد كده أنا هدخل على الحين إحنا خلصنا comparison between two breasts. هدخل على the affected side. وناخد affected side مثلاً, for example, this one. Okay, this one. فلما أنا أكون عندي واضح إنه في عندي affected side. I will comment on it على الأشياء اللي مثلاً for example هنتكلم عن النبل والأريلا وحنتكلم على skin changes اللي موجودة في الحالة. هتكلم في البداية عن skin changes. skin changes هتكلم عن إذا كان في any discoloration موجودة وأشوف discoloration الموجود ممكن يكون eczema إذا كان for example. برضو هشوف إذا كان في any ulceration. إذا كان في any ulceration موجود في البريست وany ulceration موجودة في النبل نفسها حتكون في certain diseases come through that. إذا كان في عندي الشيب هذا الشكل اللي نسميه بيدي أورنج اللي هو نفسه قشرة البرتقال. بنلاحظ إنه تقريبا نفس قشرة البرتقال نفس الشكل ويكون التكستشر حقها مختلف عن النورمال بريست. فهذا الشكل اسمه بيدي أورنج وغالبا يكون مع الانفلاماتوري بريست كارسينوما. الحاجة الأخيرة اللي كومنت عليها نشوف بالنسبة للسكن إذا كان شايني إذا كان سوال ولا إذا كان نورمال. إحنا بنشوفه سوال ولا مو سوال إذا كان شايني ولا لا. الآن هو الكومنت على النبل وعلى الإيريلا فهتكلم على فور ديز.
حلو. في البداية هتكلم على الديسشارج، أشوف إذا كان فيه ديسشارج. الديسشارج برضه هتكلم عنه شوية في البالبيشن لبدن ديتيل. إذا كان في عندي أني ديفيشن، إذا كان فور إكزامبل عندنا الشكل اللي كان قبل شوية هذا الشكل، إذا ما قلنا إنه كان في عندنا ديفيشن، في عندنا قاعدة هنا بتقول إنه إذا كان عندنا فور إكزامبل عندنا لامب موجود مثلا في الأبر أوتر، أوكي، وكانت النبض ديفييتد تو ذا اريا اوف ذا لامب، يعني راح على الأبر أوتر، غالبا يكون هذا اللامب كانسر. لكن اذا كانت نفس النبض بوش اواي فروم ذا لامب، ذس از ا بيناين لامب. فور اكزامبل عندنا زي فايبرودينوما، عندنا عشان بس انه بما انه ذكرناها، عندنا اربع تقسيمات للبرست بسرعه اقولها، نحن نقسمها از الاكس والواي، حيكون عندنا الابر اوتر، ابر انر، لور اوتر، ولور انر، وحنشوف بهذه الطريقه حنحدد فين اللام. بعد كذا احنا شفنا فين الديفيشن وشفنا الدسشارج، بنشوف اذا كان في عندنا ديستركشن واذا كان في عندنا ديبريشن. زي ما احنا عارفين ان الديبريشن بمعنى انه نفس النبل تكون مطموسه فور اكزامبل في ديزيز تكون زي الباكيت ديزيز. اذا كانت فيها احنا قلنا دحين الديبريشن والدستركشن معناتها تكون زي الالسريشن برضه تكون مع الباكيت ديزيز. احنا كذا تقريبا خلصنا الانسبكشن اوف البريست. طيب الان حنتكلم عن البالبيشن اوف البريست. بالنسبه للبالبيشن من الاشياء المهمه اللي وي هاف تو سي بيفور، انه اول حاجه انا اسال البيشنت اذا كان في اني اريا فيها بين، فاسال يقول انه هل عندك اي الم موجود في الصدر، فلانه ايش لانه اذا كان عندها اي كان الم we start palpating from an area far away. For example, she said and pointed that she has pain in this area. For the palpation, we start from here and we leave the two sides, then we go to the other side, on the area where there is pain. And of course, we have to explain to the patient that we are now going to do the palpation and explain the procedure we are going to do now. طيب بالنسبه للبالبيشن اللي حنسويه انه احنا ما حنسوي البالبيشن بالبام اوف ذا هاند ولا بالتيب اوف ذا فينجرز، حيكون بالبام اوف ذا فينجرز. يعني ما اقدر اجي واسوي مثلا بهذه الطريقه، ولا اقدر اجي مثلا بنفس اطراف الاصابع وبهذه الطريقه، لانه كذا حاذي البيشنت. فافضل طريقه انه حكون بالبام اوف ذا فينجرز بهذه الطريقه وبرضه، وتكون ان سيركلر فاشن، بمعنى اخر انه انا اقدم المنطقه والف يعني الف على البريست كام وارجع لها بعدين في البدايه. فنبدا مثلا البالبيشن فور اكزامبل ان ذيس كيس، مثلا انا حبدا من تحت مثلا هذه الطريقه، اروح هنا بهذه الطريقه. بعدين فور اكزامبل اذا انا وجدت اني لامب، فور اكزامبل عندنا الان مثلا احنا سوينا البالبيشن واكسيدنتلي وي فاوند ان ذيرز ا لامب، اوكي. طيب الان وي هاف تو كومنت ان ذا لامب، وطبعا اللامب هنا لها كرايتيريا عشان نسوي لها الكومنتس لازم نشوف عده اشياء. طيب حنشوف اول حاجه هي السايد. فمثلا احنا لما نجي نشوف السايد نقول والله السايد موجوده في اللور اوتر، موجوده في الاور اوتر كوادرنت، هذا واحد. اثنين احنا نقول السايز، بالنسبه للسايز يو استيميت السايز، يعني ما تقدر تجيب مسطره، يعني باي استيميشن اي كود سي اتس 3 باي 3 فور اكزامبل، 3 باي 3 3 باي 2 لايك ذات. بعد كده انا بشوف السيرفس، هل السيرفس سموث ولا irregular؟ فانا بأهز وبشوف مثلا والله صراحة it's irregular ما هي smooth، اوكي؟ okay. بعدين انا بشوف الشيب، هل الشيب انه بالنسبة للشيب هل هي هتكون اللي هو الاوفل شيب ولا ايش الشيب اللي موجودة فيها؟ نفس اللون. بعدين انا بشوف الايدج، هل الايدج اللي موجوده في اللم از ويل سيركمسكرايب ولا اتس ال،
ليش؟ لأنه هتفرق عندي من 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 ديزيز لديزيز. وحأقول لكم ليش الآن. مثلاً for example this is an ulcer construct. حلو؟ لأنه غالباً الكانسر يكون عندنا يكون عندنا ulcer construct يكون عندنا irregular في السيرفس. فهذا حاجتين يعني we have to pay attention. بعد كده أنا أشوف ال temperature وال tenderness. بالنسبة لل temperature أحط الدي علام وبعدين أروح على other press to compare between البرست وأشوف التمبريتشر. طبعاً بالنسبة للتندرنس، التندرنس how to assess التندرنس، إحنا ما نقدر نشوف التندرنس إنه إحنا نيجي نشوف اللمب ذي كده، لا. إحنا مجرد إنه إحنا نيجي على اللمب، طبعاً من أهم الأشياء إنه إحنا تكون الآي كونتاكت مع البيشنت. فإحنا بنطالع في عيون البيشنت وبنشوف إذا كانت البيشنت تتألم ولا لا، لأنه ما حتقول لك يعني مثلا دكتور أو دكتورة ترى في ألم، لأنه مجرد إنه الآي البلينكينج مثلا الموفمنت تبين إنه في ألم ولا لا، فهنا بيبان عندنا التندرنس. بعدين إحنا كومنت على الكونسستنسي، إحنا عندنا أشياء بالنسبة للكونسستنسي، إحنا عندنا فور تايب هقول لكم إياها، اللي هي هيكون سوفت وحيكون فير وحيكون هارد. إذا كان سوفت يكون زي الإير لو مثلا حيكون سوفت، أو زي مثلا النوز كارتريج يكون فير، أو مثلا زي الفورهيد يكون عندنا هارد، أو إنه يكون سيستيك. سيستيك بمعنى إنه يكون فيه جوة فلويد. فمثلا for example I'm checking this one، والله صراحة it's for example it's fur. ومع الفيرم هذا غالبا يكون كانسر، فاحنا الان عرفنا كرايتيريا الكانسر، لانه مهم شوي انه يكون نون تندر وانه يكون فيرم، وانه يكون نون تندر وفيرم، وانه يكون سيركمسكرايب، وانه يكون ايريجولار ان ذا سيرفيس، وانه يكون اموبايل. طيب انا بعد فور اكزامبل جيت لللاب وحسيتها ولقيت انها سيستيك، لقيت انه جواتها فلويد. طيب ايش كيف ايش في اشياء لازم انا اضيفها اذا كانت فلويد؟ حاجتين، هشوف حاجه اسمها ترانسلومينيشن واشوف حاجه اسمها فلكتويشن. الترانسلومينيشن انه احنا نكون في دارك روم ونيجي للبريست ستريتش اوت البريست ونجيب عندنا تورش ونولع التورش من جهه ونشوف هل اللاين باسس ذا لامب ولا لا. اذا باسس معناته تو بوزيتيف ساين، واذا ما يعني ما صار له اللاين ما صار له باس بالنسبه لللام اتس ا نيجاتيف ساين. وغالبا اذا كان نيجاتيف معناته انه تكون يعني ما حتكون ما حتكون فلويد وما حتكون كلير فلويد، حتكون يا حتكون انها سوليد بالنسبه لللام. بالنسبه للفلكتويشن انا اجي واثبت اصبعين في جهه من جهه اللام بهذه الطريقه، واجي بالنسبه للجهه المقابله وبرس من ذات اريا وشوف الاصبعين تباعدت عن بعضها ولا لا. هنا حيكون بوزيتيف ساين اذا كان فلويد، حتكون بوزيتيف ساين اذا كانت فلويد. طيب كده احنا خلصنا من البولبيتنج بريست، نيجي على البولبيتنج للنبل نفسها. بالنسبه للنبل احنا بنجي على النبل حول النبل بنسوي بولبيشن، ونيجي بعدين بنسوي جنتل بريشر بهذه الطريقه عشان نشوف اندوس اذا كان في ديسشارج ولا ما كان في ديسشارج، وكمنت على الديسشارج اللي حتكون موجوده في ذا تايم. اذا كان في ديسشارج ايش حيكون الديسشارج؟ يا انه يكون بلاد، واذا كان بلاد فور اكزامبل حيكون مثلا في الانتروداكتور بابلوما ولا الانفيزيف تايم. اذا كان مثلا ميلكي وايت حيكون مثلا فور اكزامبل في اللاكتيشن، او انه يكون في ديزيز زي الجلاكتوسيل ولا الجلاكتوريا. اذا كان مثلا بيرولين حيكون مثلا في الماستايتس، او يكون مثلا اذا كان عندي ابسس. فهذا بالنسبه للديسشارج. ايش برضه كومنت اذا كان في عندنا السريشن واضح، ابى كومنت عليها اذا كانت موجوده بالنسبه لها. احنا الان حنسوي بعد ما نخلص من البريست ونشوف كل اللامب اذا كان في لامب، اذا كان في اني انسريشن، خلصنا كذا من البريست. حاجه مهمه دائما بنسوي بالبيت الاكزيلا، طبعا بالبيت يعني بالاكزيلا مره مهمه دائما احنا كثير ننساها، فلازم البي اتنشن بالنسبه لها. بالنسبه للاكزيلا كيف حنسوي لها؟ وي هاف انه اكون ان فرونت اوف ذا بيشنت واحاول ان اخلي البيشن تريح يدها على بهذه الطريقه، يعني مثلا تجي يدها زي كذا
بحيث انه انا ادخل بهذا الطريق وهي بتريح يفتح بهذا الطريق. بس طبعا هنا عشان الموديل صعب شوي التحكم فيه. فانا بدخل في الاكسلا واشوف 5 areas. في البدايه هشوف الميديال اريا الميديال ليف جروب, بعدين بشوف الانتيريور. طبعا لما اجي على الانتيريور وادخل على جوا باليد اليسار احاول اني انا اكون اثبت البيشن فيكس البيشن عشان ما تتحرك معي, عشان اذا كان في انا ليف نود انلارجمنت يعني اسوي له ديتكت. بالنسبه لها بعدين اشوف البوستيريور. البوستيريور هدخل جوا في جهه السكابولا وهسوي له تثبيت نفس الطريقه باليد اليسار من جهه السكابولا من وراء. الابيكال اني ادخل بيدي على فوق اشوف الابيكال اريا واثبت فوق من عند الشوط. اخر جروب هيكون اللاترال جروب. اللاترال جروب اي كانت يعني دو ات وذ ماي رايت هاند فاي هاف تو دو ات وذ ماي ليفت هاند يعني ذس از ذا رول يعني مو هنا بس. فكيف اني انا اجي باليد اليسار وادخل واشوف الليف نود بنفس الطريقه اثبت عشان تو فيل. ودائما دائما don't forget to do both the right and left axilla. هذا بالنسبة هنا للأكسلا. finally عندنا في عندنا general examination إحنا لازم نسويها. إحنا لازم للميتاستاسيس اللي إذا كان في كانسر وسبريد along the body إحنا بنشوف وتتكت إذا كان سبريد ولا لا. في البداية طبعا نشوف البيز اوف ذا لانك من الباك ونسوي بركشن وبنشوف اذا كان هل هو دار ولا ريزونت. لان اذا كان دار معناته انه يكون عندنا في بلور فيوجن وذيس از ون اوف ذا ساينز انه كان في سبريد على اللانكس. الحاجه الثانيه انه نشوف الليفر نشوف اذا كان فيه هيباتوميجالي ولا لا. طبعا في الاذر فيديو اكسبلين انه هاو تو دو الميجرمنت اوف نفس الليفر واسسمنت بالنسبه للليفر سبان ونشوف اذا كان في عندنا هيباتوميجالي ولا لا. اخر حاجه احنا احنا بنشوف الان اذا كان في اني بون ميتاستاسيس, بمعنى انه انا اسال البيشنت اذا كان في عندها اي الام في العظام او الام في المفاصل انا اسس نفس البون في اللونج بون وفي السباينز. حاجه اخيره مهمه جدا جدا انه احنا وي هاف تو اسس بوث ار. بعد ما خلص انا بشوف ايش بشوف اذا كانت واحده من الارمز فيها اديمه ولا لا. بمعنى انه اذا كان في سبريد من الكانسر راح على الاكسلري حيسوي له اوبستراكشن للليف نود والاوبستراكشن حيسوي له طبعا صار في انفلتريشن وصار في اوبستراكشن بالنسبه للدرينج, معناته انه حيسبب لي اديمه في الهان. كيف انا اشوف الاديمه؟ في عندنا نوعين, في من عندنا بيتنج اديمه في نون بيتنج اديمه. هنا حنشوفها بالنسبه له نضغط على البون لمده 30 ثانيه تقريبا 15 ثانيه بعدين نشيل يدنا ونشوف اذا كان في عندنا جروف ولا ما في جروف موجوده, يعني نفس السكين داخل على تحت محل ما احنا ضغطنا. This is how to detect the betting edema. I think انه انا الحين غطيت كل شيء بالنسبه للبروست examination. اتمنى انه اكون قدمت حاجه مفيده. شكرا.